الطبيعي عن دوران في مسرحية نيرفانا. اللجنة منح جائزة ممثل واعد إلى فهد رويشد المسرحية نو بفرقة المسرح الشعبي. الممثلين الواعدين صار الحين الدور ان نعرف جائزة افضل ممثلة دور ثاني راح تكون حق منه واللي يعلنها الاستاذ بدر محارب. قررت اللجنة منح جائزة افضل ممثلة عن تمثيل دور ثاني إلى سماء العجمي. عن دورها في مسرحية تطوير بفرقة المسرح الجامعي. ثاني كل من موسى كاظم عن مسرحيه على الطريق لفرقه مسرح الشباب، وعبد الله التركماني عن مسرحيه نيرفانا لفرقه مسرح الخليج العربي. وقررت اللجنه منح جائزه افضل ممثل عن دور ثاني الى عبد الله التركماني. We'll be right back.
هذا الإنسان هو إنسان خارج المسرح ووحش بنبض الشباب على المسرح، فاسمح لنا أن نكرم التكريم رائع بهذا التكريم الذي يليق بنبض الشباب الرائع عبد الله التركماني. يعطيك ألف عافية على ما فعلت على خشبة المسرح والدراما. ألف مبروك للتركماني. وصلنا الحين لجائزة بجائزتين، لأن بالإضافة إلى الجائزة اللي راح تسلم لممثلة دور أول كأفضل أداء، راح يكون في جائزة باسم الفنان الراحل غانم الصالح مقدمة من شركة ستيج جروب، وأيضا يقدمها السيد عبد المحسن العمر. ولكن اللي راح يعلن عن هذه الجائزة بالبداية الأستاذ عماد الشمفري. رشحة لجائزة أفضل ممثلة عن تمثيل دور أول كل من 1 أحلام حسن عن مسرحية على الطريق بفرقة مسرح الشباب، 2 غدير السبكي عن مسرحية الجامعة بفرقة المسرح الكويتي. وقررت اللجنة منح جائزة أفضل ممثلة عن تمثيل دور أول إلى أحلام مسرحي يعلنها الأستاذ بدر محارب.
وعندهم دم. رشح لجائزة أفضل مؤلف مسرحي كل من خلف العنزي عن مسرحية لو لفرقة المسرح الشعبي، فاطمة المسلم عن مسرحية نيرفانا لفرقة مسرح الخليج العربي. وقررت اللجنة منح جائزة أفضل مؤلف مسرحي إلى فاطمة المسلم. الخليج العربي، وهي جائزة أفضل مخرج مسرحي يعلنها الأستاذ حسن رجب. رشح لجائزة أفضل مخرج مسرحي كل من نصار نصار عن إخراج مسرحية فريدي لفرقة المسرح الجامعي، خالد أمين عن إخراج مسرحية على الطريق لفرقة مسرح الشباب، يوسف البغلي على إخراج مسرحية نيرفانا لفرقة مسرح الخليج العربي. وقررت اللجنة منح جائزة أفضل مخرج مسرحي إلى الفنان خالد أمين. وتصبحون على خير ومبروك حق اللي فاز، وان شاء الله الفال حق اللي ما فاز في السنين الجايه. وبس واتمنى عدسك خلاص بس اي ان احنا الحين راح نقول جائزه افضل عرض متكامل يعلنها الدكتور خليفه الهاجر. رشح لجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل كل من العرض المسرحي على الطريق لفرقة مسرح الشباب، والعرض المسرحي نيرفانا لفرقة مسرح الخليج العربي. وقررت اللجنة
منح جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل للعرض المسرحي على الطريق.